يصرحون بأن الخالق واحد لا شريك له، وهذه آية من آيات كثيرة تحكي عنهم إيمانهم بأن الخالق واحد. إذن ما هو كفرهم؟ قال تعالى في الآية الأخرى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإذا هن غايتهم الله، وحينما اتخذوا الآلهة من دون الله جعلوه وسيلة توصلهم وتقربهم إلى الله تبارك وتعالى. فمن الجهل الفاحش المقيت أن المسلمين يظنوا أن الرسول عليه السلام كان الخلاف بينه وبين المشركين أنهم كانوا ينكرون وجود الله، لا أبدا، وإنما كانوا ينكرون ألوهية الله، ليس ربوبية الله، لا يؤمنون بالوحدانية. بس أرجوك ما تستعجل شوي، لأنه التوحيد عند أهل العلم ثلاث أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وبعضهم يعبر بتوحيد العبادة، وهذا أوضح بالنسبة لعامة الناس. النوع الأول توحيد الربوبية، ثاني توحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات. ثلاث سيد السؤال ما حضرتك سيد السؤال حضرتك الواجب.